صباح الفل عليكم. النهارده هنعمل قهوه بارده بطريقه سهله جدا، وهنعمل منها 3 وصفات، 3 مشروبات هينفعونا كويس قوي في الحر اللي احنا فيه ده. اول حاجه هنحتاج قهوه سريعه التحضير وتكون 100% ارابيكا، عشان كده انا هستخدم قهوه اسبريسو 57 بتاعه دافيدوف. والقهوه البارده بتاعتي دي انا هعملها بتركيز 1 ل 10، يعني هستخدم 10 جرام قهوه قصاد 100 جرام ميه. وللتسهيل عليا في المعيار انا هجيب برطمان فاضي من بتاع دافيدوف لان حجمه 100 جرام، وهضيف القهوة على المية، وبكده هيبقى عندي القهوة بتركيز 1 ل 10. ده شكل القهوة بعد ما ضفتها على المية وضفت عليهم السكر، والسكر طبعا حسب ما تحب، بس يستحسن تعمله دلوقتي قبل ما تدخل البرطمان في التلاجة. ودلوقتي اقفل البرطمان واحطه في التلاجة لمدة 12 ساعة. بعد ما عدت ال 12 ساعة اديني طلعت البرطمان بتاعي، هشوف القهوة هلاقي لونها جميل جدا وطعمها كمان هيبقى اجمل واجمل واجمل. طبعا القهوة دي بيبقى التركيز بتاعها يعني من وسط لتقيل شوية، فلو حبيتوا ان انتوا تخففوها ممكن تخففوا التركيز بتاع البن في المية. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل اول مشروب لاول وصفة لينا، اللي هو القهوة الباردة بتاعتنا العادية جدا بدون اي اضافات. احب اقول لكم القهوة دي لكل الناس اللي بتحب تشرب القهوة في الصيف، لكن يعني الحر بيخلي المود شوية ما يحبش المشروبات السخنة. لا، القهوة الباردة دي هتخليك تحس بطعم القهوة بشكل جميل جدا، وفي نفس الوقت هتبقى مستمتع وهترطب عليك في الحر اللي احنا فيه ده. زي ما احنا شايفين اللون عامل ازاي، وكمان الطعم هيعجبكم قوي قوي قوي. زي ما قلت لكم التركيز ده في ايدينا احنا. نيجي بقى لتاني مشروب هيكون معانا، وهو لاتيه القهوه البارده. وده هيتعمل بان انا اضيف لبن ساقع، وبعد كده هضيف عليه القهوه البارده بتاعتي. طبعا بضيف القهوه البارده على حسب التركيز اللي انا عايزه. واحب اقول لكم ان المشروب ده رائع جدا جدا جدا. يعني انا عن نفسي مع اني بحب القهوه البارده الساده، لكن لاتيه القهوه البارده بالنسبه لي بيبقى احلى بكتير. هتحس فيه بكل حاجه في القهوه، هتحس بطعمها كويس جدا، هتحس بطعم اللاتيه كويس جدا. يعني المشروب ده لكل الناس تحب اللاتيه هيبقى بالنسبه لها رائع. زي ما احنا شايفين تدريجه اللون، الوش بتاع اللاتيه مع البادي بتاع القهوه رائع، اللون جميل والطعم كمان هيبقى جميل. دلوقتي بقى نيجي للمشروب التالت معانا، وهو فرابيه القهوة الباردة. هنجيب ايس كريم اي حاجة تتفضلها، بس انا بفضل الشوكولاتة، ونحط عليه لبن ساقع. وبعد ما نحط اللبن الساقع على الايس كريم هنضيف عليهم القهوة الباردة بتاعتنا. المشروب ده رائع جدا، جميل جدا، هيعجبكم جدا 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 جدا. المشروب ده ممكن ينسيك الحر والصيف وينسيك اي حاجة تانية. الصراحة احلى حاجة فيه ان انت بتحس فيه بطعم كل حاجة، تحس فيه بطعم القهوة، تحس فيه بطعم الايس كريم، تحس فيه بطعم اللاتيه بتاع القهوة واللبن، حاجة تحفة. ممكن تعمله بايس كريم شوكولاتة، ممكن تعمله بايس كريم فانيليا، زي ما تحب. شايفين اللون وتدريجة اللون والقوام رائع. وبكده يبقى ال3 وصفات بتوعنا خلصوا، وعرفنا ازاي نعمل قهوة باردة بطريقة سهلة. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات جربتوا انهي نوع والطعم كان عامل ازاي، وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد. مع السلامة.